نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. السلام عليكم. يا شباب، لا توجد أسئلة على المحاضرة السابقة؟ نبدأ الآن؟ أوكي يا شباب، أوكي، راح نقفل الشات ونبدأ المحاضرة إن شاء الله، وعندنا فرص كثيرة أن نتوقف فيها ونفتح باب الأسئلة إن شاء الله. خلونا نبدأ على بركة الله. يا شباب الشير شغال رجاء مع الصوت. والصوت شغال ايضا. جيد جدا الحمد لله. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ محاضرة اليوم على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء إن شاء الله قبل أن أبدأ في محاضرة اليوم راح أتكلم عن أمرين مهمين جدا إن شاء الله في هذا المجال. الأول هو كيفية تحويل الرسوم الثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد في مجال الديزاينر أو في مجال التصميم. هذا الأمر لتحويل جميع الرسومات أو التصاميم أو الأوبجكت من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد سوف نستخدم أمرين مهمين جدا، أو بالأصح لا يوجد غيرهما، هو الاعتماد الكامل في هذا المجال، إذ كان البرنامج يدعمنا بثلاثي الأبعاد أو لا يدعمنا بثلاثي الأبعاد. لتحويل رسوم أو رسم إلى ثلاثي الأبعاد سوف نحتاج أمرين وهما اللايت والشادو، يعني الإضاءة والظل. هذه الأمرين هم الذين يقومون بتحويل الرسوم الثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. هذا الأمر يجب فهمه لكي نستطيع أن نكتب نصا بثلاثية الأبعاد أو نرسم عنصر ما أو مجسم ما ونحولها إلى ثلاثية الأبعاد وفي برنامجنا لا يدعمنا بثلاثي الأبعاد، أو نعمل في برنامج لا يوجد بداخله ثلاثي الأبعاد وأنا أريد أن أحول ذلك المرسوم أو ذلك النص إلى ثلاثي الأبعاد، سوف نعتمد على أمرين مهمين جدا وهما كما ذكرت لكم اللايت والشادو، يعني الإضاءة والظل، هم أمرين مهمين جدا في مجال الديزاين. كل رسم أو ديزاين نحاول أن نعطي له بعد آخر ونوضح للعين الناظر بأنه يوجد لدينا عمق أو يوجد لدينا ارتفاع في هذا التصميم، نعتمد على هذا الأمرين هما الضوء والظل. نفتح عمل جديد اليوم إن شاء الله وراح أبدأ معكم في مجال أو الفرشات إن شاء الله. قلنا من قائمة فايل نضغط على نيو لفتح عمل جديد، نضع القياسات على حسب القياسات المرادة. طبعا أنا اليوم أو في المحاضرات إن شاء الله سوف أعمل نمط من الألوان هو الـ RGB، لأنه كما قلت لكم هو أجمل في الألوان، يكون أجمل من الـ CMYK، فنعمل عليه بسبب الرؤية والإظهارية تكون أجمل من ذلك. بعد إدخال القياسات الارتفاع والعرض مع الريزوليشن مع نمط الألوان نضغط OK لفتح عمل جديد. لما فتح هذا العمل قبل أن أبدأ في الفرشاة أنا قلت أتكلم في أمرين، تكلمت في الأمر الأول وهو تحويل المجسمات من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد، ونعني أو نقصد في كلمة ثلاثية الأبعاد يعني نعطي منظر للعنصر أو للنص أكثر من بعد، يعني نعطيه أكثر من جانب، جانب واحد، جانب الأيمن وجانب الأيسر مع السطح أو الأسفل، وفي بعض الأحيان لا نحتاج لا للسطح ولا للأسفل، نحتاج فقط إلى
نعطي منظر الطرف الأيمن مع الطرف الأيسر، فنوحي للناظر بأن هذا ثلاثي الأبعاد. سوف أتكلم في مجال الطبقات أي ما تسمى باللاير، ثم العودة إلى الفرشاة لنباشر. أنا اليوم بإذن الله لن أتكلم في الطبقات إلا على نوع واحد من الطبقات، وهو ما يسمى بالطبقات البيكسل. يوجد لدينا قلنا أكثر من نوع من الطبقات، لدينا الطبقات الشعاعية، ولدينا طبقات البيكسل، ولدينا طبقات الماسك، ولدينا طبقات المؤثرات، ولدينا طبقات السمارت أوبجكت، وهي من أجمل الطبقات، يعني اسمها سمارت أوبجكت، يعني الطبقة الذكية. سوف نتعامل معها ونتعلم كيفية إنشائها وكيفية التعديل عليها في وقت لاحق إن شاء الله. اليوم أول شيء سوف نتكلم عليه هي الطبقات، والطبقات البيكسل. في الطرف الأيمن من البرنامج، الطرف الأيمن في الأسفل، هذا الجزء من البرنامج هو قسم اللاير. لإضافة لاير دائما عند فتح مشروع ما نرى بأن يوجد طبقة مكتوب في اسمها background أي الخلفية، ويكون في جانبها قفل ما. هذا القفل لا يمكن تحريك تلك الطبقة بتاتا. لإضافة طبقة جديدة نضغط في أسفل ذلك الشريط على كلمة اسمها أو اسم لها create a new layer، يعني إنشاء طبقة جديدة. نقوم بإنشاء طبقة، وطبعا كلما ننشئ طبقة يقوم البرنامج بإنشاء طبقة شفافة لا لون لها، وتكون التسمية على حسب إضافة الطبقات layer 1 layer 2 حسب التسلسل الرقمي لها. لإزالة هذه الطبقة نستطيع الضغط على رسمة سلة المهملات في الطرف الأيمن الأسفل من البرنامج التي اسمها Delete Layer، نستطيع الضغط عليها ونقوم بحذف تلك اللاير، نضيف لاير، ومن Delete نستطيع حذفها، أو الضغط على Delete في الكيبورد أيضا نستطيع حذفها، أو الإمساك بتلك اللاير وإفلاتها بداخل سلة المهملات فيقوم البرنامج بحذف تلك اللاير. هذه اللايرات، ما هي اللايرات؟ أو ما فائدتها بداخل برنامج فوتوشوب؟ علما بأنه أكثر البرامج مثل الإلستريتر أو الكورل فيه طبقات، ولكن فوتوشوب أكثر اعتمادا في هذا المجال. يعني مثلا لو إن شاء الله وصلنا إلى برنامج الإلستريتر سوف تلاحظون بأن لا نستخدم اللاير إلا في حالات الاضطرارية، عندما المشروع يكون كبير جدا نقوم باستخدام اللاير، وفي 99% من الأعمال لا نستخدم بها اللاير، والكورل أيضا ذلك. ولكن في الفوتوشوب الاعتماد الكلي في مجال اللايرات. طيب ما هي اللايرات؟ اللايرات هي عبارة عن يعني كيفية الوصف، لديك لوح و تستطيع وضع فوق ذلك اللوح زجاج شفاف، وتستطيع الرسم على هذا الزجاج ووضعها طبقة فوق طبقة أو زجاجة فوق زجاجة. هذه اللايرات بداخل الفوتوشوب، يعني أستطيع هكذا أن أوضح لكم. لدينا طبقة أساسية في الأسفل ونضع عليها طبقات شفافة، نرسم بقدر ما نريد وضعها. هذه المعنى من كلمة لاير أو طبقة، يعني ما الغاية منها. اليوم بإذن الله سوف أتكلم عن الفرشاة Brush Tool. Brush Tool هي أداة فرشاة تستخدم كثيرا في مجال الديزاين أو في مجال التصميم، لها أهمية كبيرة جدا في مجال التصميم. لإظهار البرشات الديفولت المتواجدة بداخل البرنامج الضغط كليك يمين بوسط العمل تظهر لنا هذه النافذة بأعلاها السايز وهو حجم تلك الفرشاة، نستطيع تكبيره وتصغيره، وقلنا أيضا نستطيع تكبيره وتصغيره عن طريق الاختصارات وهي حرف دال باللغة العربية وحرف جيم باللغة العربية. الأدنى منه يأتينا أمر اسمه هاردنس. طيب ما فائدة هاردنس؟
الهاردنس هو شبيه بأمر الفيزر الذي تكلمنا عليه. الهاردنس يعمل على تلاشي الحواف كما يفعله الأمر الفيزر. يعني نستطيع أن نجرب مرة واحدة نشوف الأمر. هاردنس نضعه 100 ونرسم. رأينا بأنه رسم لنا دائرة حوافها حادة جدا، ونفس تلك الدائرة ونفس الحجم، ولكن نضع الهاردنس صفرا ونقوم بالرسم، فنرى بأنه قام برسم دائرة نفس تلك الدائرة السابقة ولكن بانتشار الحواف. يعني كلما زاد الهاردنس كلما قسيت الحواف، أصبحت أكثر قساوة أو أكثر حدة، وكلما نقص كلما كثرت انتشار تلك الحواف. بداخل يوجد لدينا عدة فراشي ديفولت للبرنامج بداخل البرنامج. لإضافة فراشات جاهزة أو فراشي جاهزة من خارج الفوتوشوب لدينا أمرين. الأمر الأول بالإمساك والإفلات بداخل البرنامج. كل ما عليك عمله هو الإمساك وإفلاته داخل البرنامج الفوتوشوب فيقوم بإضافته، وهذه هي أسهل طريقة لإضافة البرش أو لإضافة جميع إضافات الفوتوشوب. جميع إضافات الفوتوشوب ما عدا الفلاتر هي بهذه الطريقة بالسحب والإفلات. والطريقة الثانية عن طريق هذا المؤشر أو هذا الأيكون، يعني المرسوم نضغط عليه ضغطة واحدة فتخرج لنا قائمة. بداخل هذه القائمة طبعا في الأعلى نيو برش بريست. طبعا هذه بإذن الله سوف نتعلمها كيفية صناعة البرش بإذن الله وفي هذه الدورة أو في هذه المحاضرة عفوا. طبعا وفي هذا الجزء منها هو كيفية إظهار البرش أمامك في الصندوق أو في قائمة التي تظهر عند الضغط كليك يمين. تريد صغيرة الحجم، كبيرة الحجم، متتالية، متدرجة، على حسب ما تريد. ريستر برش وهو لإعادة وضع البرش إلى وضعه الأصلي أو الديفولت. لود برش هو لجلب فرشاة، عند الضغط عليها تفتح لنا قائمة ويطلب من عندنا البرنامج أين وضعنا البرش المتواجدة خارج الفوتوشوب. نستطيع أن نجلبها، نضغط عليها ثم نضغط لود فنقوم بإجلابه. وأنا قلت بطريقة أسهل من ذلك السحب والإفلات بداخل البرنامج. نستطيع بعد عمل أو يوجد لدينا مجموعة من الفراشي قد جمعناهم بداخلها ونحن بحاجة لها كثيرا، فنستطيع أن نعمل لها سيف براش باسم ونضعها في مكتب. جيد تم. والله لا أعرف لماذا فصل، يعني قبل قليل كان شغال جيد جدا. طيب أين توقف الصوت؟ أين كنا نتكلم وتوقف الصوت؟ من البداية البداية؟ يعني لم تسمع شيء؟ أوكي أنا آسف. يعني أنا تكلمت عن كيفية تحويل المجسمات من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد، وتكلمت عن الطبقات. رأيتم شيء؟ سمعتم أم لا؟ ولا يهمك، أنا الآسف جدا. طبعا أنا تكلمت عن كيفية تحويل العناصر أو المجسمات من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد، ولكن لم آتي بصورة أو مثال أضعه قدامي أو عملت شيء بداخل برنامج، لم أعمل شيء. بإذن الله سوف نتعلم، ولكن أنا حبيت أن أنطي هذه المعلومة حتى في المستقبل بإذن الله نعلم كيفية تحويل المجسم من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. إنما تكلمت بمجال الطبقات، وقلنا الطبقات متواجدة بداخل البرنامج في الطرف الأيمن الأسفل من البرنامج، وهذا هو جزء الطبقات ما يسمى باللاير.
قلنا سوف نتكلم عن اللايرات فقط في مجال اللاير بيكسل، ولن نتكلم في الطبقات الأخرى إن شاء الله. قلنا لإضافة طبقة نضغط في أسفل يمين البرنامج على Create a new layer لإضافة طبقة جديدة كما تشاهدون. ولإزالة تلك اللاير نستطيع الضغط في الكيب كلمة ديليت، أو نستطيع الضغط على الديليت في أسفل يمين البرنامج، أو نستطيع السحب اللاير وإفلاتها بداخل سلة المهملات. يقوم بذلك بحذف تلك اللاير. هذا ما تكلمنا عليه. سوف نبدأ بإذن الله بالفرشاة. قلنا عند اختيار الفرشاة نضغط كليك يمين أو كليك رايت بالماوس في ساحة العمل، تظهر لنا هذه النافذة. قلنا يوجد لدينا عدة فراشي جاهزة بداخل البرنامج الفوتوشوب، نستطيع انتقاء أو اختيار أي فرشاة منهم للعمل. في الطرف الأعلى من تلك القائمة يوجد لدينا أمر يسمى بالسايز، وهو الحجم. نستطيع تكبير وتصغير تلك الفرشاة عن طريق هذا الأمر، أو باستخدام الاختصارات كما ذكرناها، حرف دال باللغة العربية وحرف جيم باللغة العربية. والأدنى منه يوجد لدينا أمر اسمه الهاردنس، وقلنا يعمل عمل الفيذر، يعني الهاردنس مهمته هو تلاشي حواف تلك الرسمة أو تلك البرش. نختار برش حادة الحواف، يعني نضع الهاردنس 100%. كلما زاد الهاردنس كلما قسيت حافة الفرشة. نجعل البرش 100% ونقوم برسم رسمة. فنرى الدائرة التي رسمت أمامنا هي حافة حادة جدا، ونفس القياس لتلك الفرشاة، فقط لا نغير الفرشاة أو البرش، فقط إنما نقلل الهاردنس إلى الصفر لنرى ما هي النتيجة. عند الرسم هذه هي نتيجة الهاردنس، وهي كما قلنا هي تعمل عمل الفيذر. وشرحنا الفيذر وأخذنا عليه التمرين ورأينا كيفية الاستفادة منه. طبعا لدينا تمارين كثيرة إن شاء الله في المجال. هذه اللوحة الأدنى من الهاردنس هي اللوحة المتواجد بها الفراشي، لوحة العرض، تستطيعون أن تسموها لوحة العرض. في داخلها الفراشي المتواجدة الديفولت بداخل هذا البرنامج. قلنا أعلى يمين تلك اللوحة يوجد لدينا أيقونة مسننة. هذه الأيقونة عند الضغط عليها تظهر لنا نافذة جديدة، في أعلاها New Brush Test لإنشاء برش جديدة أو لإنشاء فرشاة جديدة إن شاء الله سوف نتعلمها. الأدنى منها وهي كيفية إظهار هذه البرشة كما تلاحظون. هل تريدون حجم كبير حجم صغير على حسب ما تريد، ولكن الوضع الأساسي له هو اسمير. والأدنى منها البريست مانيجر سوف نتكلم عليه لاحقا بإذن الله، هذه إعدادات البرنامج. إنما ريستر برش، وهو نستطيع بهذا الأمر تخرج لنا نافذة، نقول لها أوكي، نرجع البرشات الأصلية للديفولت لها للفوتوشوب. الأدنى منه لود برش، وهو لجلب فراشي من خارج الفوتوشوب، ونستطيع أيضا كما ذكرت لكم بالسحب والإفلات. كل ما علينا فعله هو السحب والإفلات بداخل البرنامج كل إضافات الفوتوشوب ما عدا الفلاتر. بالسحب والإفلات نقوم بإضافة تلك الإضافات على الفوتوشوب. كما ذكرت لدينا مثلا مجموعة من البرشات أو الفراشي لدينا، وأريد أن أحفظهم باسم خاص، ومثلا لدي مجموعة من الفراشي السماء وأريد أن أحفظهم باسم لهم خاص لاسترجاعهم فيما بعد بحالة التجهيز أو إزالة البرنامج ثم تثبيته، أو بأي حالات، أو تحويلها إلى إلى كمبيوتر آخر أو جهاز آخر. نقوم بالضغط على Save Brush فتظهر لنا رسالة، ويطلب من لدينا كتابة اسم تلك البرش وحفظها بالمكان المختار.
ريبليس برش، وهي تعني إضافة فوق البرشات المتواجدة الآن في اللوحة. إنما الأدنى من هذه البرشات المتواجدة بداخل البرنامج، تستطيعون انتقاء أي نوع من البرشات، مثلا الدروب شادو أو برش. عند الضغط عليها تظهر مفاد هذه الرسالة، يقول لك إذا ضغطت أوكي يقوم بإزالة اللوحة المتواجد بها الآن أمامك أشكال الفراشي وإضافة الشكل الجديد الذي تم اختياره. إنما اختيار الكانسل طبعا هي لإلغاء تلك العملية. إنما إذا اخترنا البينت هي إضافة تلك الفراشي اللي تم اختيارها الآن إلى الفراشي المتواجدة بداخل البرنامج. يعني الفرق بينهما، قلنا أوكي قام بإزالة تلك الفراشي وإضافة فراشي جديدة. إنما لو اخترت الفراشي وقلت له Append قام بإضافة الفراشي أو البرش ولم ينزل ما قبله. هذا الفرق بينهما. نستطيع أن نعمل هذه أو نكرر هذه العملية على جميع تلك اللائحة وإضافتها بداخل لائحة واحدة أمام لسرعة استخدامه. هذه اللائحة البرش لا يوجد أكثر بداخلها. أوكي. سوف نأخذ تمرين بسيط جدا عن هذا الأمر وتحويل منظور بسيط جدا من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد. بعد ذلك سوف نقوم بشرح إعدادات البرش كاملة مع شريط الخصائص في الأعلى. ننتقل لونا ما ويكون لون الأحمر لأنه أكثر فقاعا من غيره، يعني يكون واضح أكثر من غيره من الألوان. نضع الهاردنس 100% يعني تكون قاسية الحواف، ثم نقوم بالرسم. فرسمنا دائرة ثنائية البعد باللون المختار. طيب الآن أنا أمامي دائرة، كيفية تحويل هذه الدائرة إلى كرة؟ نظهر للناس أو للمشاهد الذي يرى هذا العمل بأن هذه ليست دائرة بل هي متحركة. كيف؟ نحن أنا قلت في البداية نعتمد على أمرين هما الإضاءة والظل. أنا اليوم استخدمت هذا اللون، وهو هذا اللون يعتبر من الألوان المضيئة وليست من الألوان المعتمة. طيب كيف الحل؟ أول شيء أقوم بعمله هو بانتقاء لون من المربع الأدنى في اللون المعتم، ولكن عند اختيار لون معتم لهذا اللون يجب أن يكون بنفس درجات اللونية. يعني كيف؟ يعني أختار لون أحمر غامق، لن أختار أخضر غامق أو أسود، بل أختار الأحمر الغامق ليكون بنفس درجاته ولكن غامق اللون. كما ترون في الصندوق الأعلى أنا قمت باختيار لون أحمر ولكن غامق هذا اللون. الطريقة أو الخطوة الثانية نقوم بها هو جعل الهاردنس صفرا ليكون متلاشي الحواف، لأنه أنا سوف أجعل ظل لهذه الكرة من الجوانب. والأمر الثالث هو قفل تلك اللاير. يعني كيف؟ لدينا في أعلى طبقات في الأيمن لدينا أربعة أزرار. الزر الأول وهو هذا ما سوف نستخدمه، ويعني هذا الزر بأنه أقفل الطبقة، لا يجوز الرسم على الطبقة خارج حدود العنصر المتواجد بداخل الطبقة. يعني كيف؟ أنا الآن جيت رسمت الآن تم رسم خارج حدود هذا العنصر. طيب أنا لو قفلت اللاير وقمت بالرسم مرة أخرى لن يرسم خارج حدود هذه الطبقة، وهذه فائدتها كبيرة جدا وجميلة جدا. الأمر الثاني هو لقفل الطبقة من البرش، والأمر الثالث هو لقفل الطبقة
من التحريك، يعني لا يمكن تحريك هذا العنصر. والأمر الأخير هو لجعلها ديفولت هذه الطبقة، يعني قفلها من كل الأمور ما عدا الرسم عليها أو تلوينها. فأنا قفلتها في الأمر الأول الذي أريد أن لا يكون الرسم خارج حدود العنصر المتواجد. ثم أقوم كما قلت الهاردنس نضعه صفرا ونكبر قليلا الفرشاة ونقوم برسم على حواف تلك الدائرة. فماذا أصبح لدينا الآن؟ أصبح لدينا الآن الإضاءة والظل، وهذه الكرة تحولت إلى كرة، من دائرة تحولت إلى كرة. لأكثر وضوحا من ذلك الأمر نستطيع أن نجرب كثير من الأمور. يعني كيف؟ أن أضغط اللاير لأجعلها ظلا في الأسفل. طبعا أنا لم أتكلم إلى الآن إلى إعدادات البراش، ولكن سوف أتكلم عليها، ولكن هذا تمرين بسيط. ثم أتكلم عن حدود هذه الطبقات، يعني إعدادات تلك الطبقات إن شاء الله. أضع لونا أسود وأضع ظلا لهذه الكرة. الآن أنا حولت هذه الدائرة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. أستطيع أيضا أن أضيف بعض من اللمسات الإضاءة على هذه الكرة، وكيف؟ بأخذ دائرة وأنتقي نفس اللون، ولكن أحاول أن أختار لون مقارب لهذا اللون لدرجة أخف منه، وأضع له إضاءة. ولإزالة تلك الإضاءة أن أضع لونا أكثر وضوحا، يعني أكثر ميلانا إلى اللون الأبيض في منتصفه. قمت بتحويل تلك الدائرة إلى كرة مع الإضاءة لديها. طبعا أنا لو وضعت الشادو أو الظل المتواجد في الأسفل إلى الطرف الأيمن لاتضح لنا وكأن هذه الكرة هي تمشي. هذا هو التمرين. أفتح باب الشات لدقائق نرى أي استفسارات، ثم نعود إن شاء الله ونكمل الحديث عن البرش، لأنه سوف نتكلم كثير عنها، وإن شاء الله سوف نتعلم كيفية صناعة البرش. تفضلوا يا شباب، يوجد لديه سؤال يتفضل. يسأل قفل البرش لا ندع الرسم يزيد عن حدود العنصر المتواجد بذلك الطبقة. ليس لدينا قفل الفرشات، إنما قفل الطبقة. من أين نحصل على أنواع البرش؟ أنواع، ما هي أنواع البرش؟ ها يعني البرشات المتواجدة. أوكي سوف أشرح بتاع الظل، بس أي ظل منهم؟ ظل حواف الدائرة نفسها أم ظل الأسفل منها؟ عند قفل اللاير منعنا من الرسم خارج حدود العنصر. لا اوكي لا انا لم اتكلم عن اقفل اللاير ولن استطيع احد، لا 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 هذه بعيدة. ظل الحواف، اوكي سوف نعيد الامر او سوف اعيد التمرين باكمله. نضغط كليك يمين في ساحة العمل، تظهر لنا قائمة البرش من أيقونة السيتنج، نضغط عليها فتظهر لنا الإعدادات، وسوف أعيدها بإذن الله. ظل الأسفل منها هذا الظل فعلته أنا بإعدادات البرش، وإلى الآن لم أتكلم بإعدادات البرش.
ان شاء الله سوف اتكلم باعدادات البرش، ولكن اعيد التمرين من الاول ثم اتكلم في اعدادات البرش. اوكي يا شباب، انتهت الاسئله. تمام، نعيد التمرين من الاول باذن الله. اوكي تمام، نقفل الشات يا شباب. يا ياسر، اوكي نعيد التمرين يا شباب من الأول. طبعا شوفوا، أنا أضغط على اختصارات لاسترجاع الصورة أمامي قمت بالعمل عليها، أو أي طبقة الأساسية، الطبقة المقفلة الأساسية، افهموا الكلام، الطبقة المقفلة الأساسية التي اسمها background عند فتح أول مشروع أو فتح صورة ما بطبق أو بمشروع منفرد، ليس بلاس، يعني ليست إضافة الصورة إلى المشروع، إنما فتح الصورة في مشروع جديد وأقوم التعديل عليها. وإذا بحالة أردت العودة إلى الديفولت أو الوضع الأساسي لهذا الأمر، أضغط على ثلاث أوامر وهي الكنترول زائدا الالت زائدا الباك سبيس لاسترجاع طبقة المشروع الأساسية إلى وضعها الأصلي، أو استرجاع الصورة بعد التعديل عليه إلى وضعها الأساسي. أضغط على ثلاث أوامر، الكنترول زائدا الالت زائدا الباك سبيس بداخل الكيبورد. نعيد التمرين من الأول إن شاء الله. قلنا الأمر الأول أضيف طبق لأستطيع التعامل معها لتكون أكثر سهولة في التعامل عند إضافة الطبقة. سئلت قبل قليل ما فائدة الطبقات؟ قلنا فائدة الطبقات، لدي لوح أساسي في الأسفل ولدي قطع زجاجية أقوم بالرسم عليها ووضعها في مكان أعلى في أعلى. وضع هذه الطبقات الزجاجية، أنا مثال سأعطي لكم، أضع الزجاجات فوق. اليوم أنت لديك زجاجات ولديك لوح في الأسفل، وقمت بكل زجاجة أو زجاج قمت بالرسم عليه رسمة تختلف عن الثانية، وردة، شيء من هنا، شيء من هنا، الشمس، وضعت زجاجة جنب زجاجة في آخر المطاف، ماذا يكون لنا اللوح؟ كون لنا لوحة كاملة. فالطبقات عبارة عن ما أتكلم عليه، لدينا أرضية background وما نضيفه من الطبقات هي عبارة عن طبقات شفافة لا لون لها، فنقوم بالرسم العناصر عليها أو المجسمات ونضعها جنبا إلى جنب ونكون عنصر كامل أو لوحة كاملة أو تصميم كامل. الأمر الأول الذي فعلته، أنا قمت بالتقاء لون، اخترت اللون الأحمر، قلنا لأنه بسبب أكثر وضوحا، ثم قمت بجعل الهاردنس 100%، والسبب من اختياري لهذا الأمر قلنا ليكون أكثر قساوة، كلما زاد الهاردنس كلما قسيت حافة البرش، وقلنا يفعل فعل الفيذر. وقمت بتكبير تلك البرش عن طريق الاختصار أو عن طريق كليك يمين وإظهار وضغط الضغطة واحدة في منتصف تلك المكان فحصلت على دائرة بلون الأحمر. قلنا لتحويل هذه الدائرة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد سوف أستخدم الظل، بسبب لأن اللون الأمامي هو مضيء، وقلنا يعتمد الأمر لتحويل مجسم من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد يحتاج أمرين، الإضاءة والظل. فاليوم اللون الأمامي هو مضيء، وأنا محتاج إلى الظل لتحويل هذا المجسم إلى كروي، فقمت بانتقاء لون من نفس اللون السابق ولكن بدرجات غامقة،
وانا لم اغير البرش، قبل شوي سئلت لماذا غيرنا الفرشات، انا لم اغير الفرشات، هي نفس الفرشات اقوم العمل عليها. اقوم بتكبيره ليعطيني اكثر انسجاما مع اللون المتواجد، يعني كيف؟ كلما كبرت وبعدت الفرشات عن العنصر الاساسي، كلما تداخلت الالوان مع بعضها البعض، اعطاني منظر اجمل ورونقا اجمل. فاليوم انا لو اتيت ورسمت ماذا حصل لدي؟ حصل لدي بانه رسم خارج حدود هذه الدائره، وقلنا لجعل الرسم يكون بداخل حدود هذه الرسمه نقفل اللاير. نقفل اللاير، والامر الاول من الطرف الايسر فوق اللاير هو لقفل اللاير من اي شيء، قفله يمنع عليها الرسم خارج حدود العنصر المتواجد داخل الطبقه، هذا ما نقصده. يعني انا الان عند الضغط عليها افهم الجهاز لا تسمح بالرسم خارج حدود العنصر المتواجد بداخل الطبقه. ولا ننسى الهاردنس ان نضعه صفرا، لماذا؟ ليكون الحواف اكثر انتشارا. ونقوم بالرسم الخفيف ونعطي ظلا لهذه الدائرة. أنا الآن أعطيت ظل من جميع أطراف تلك الدائرة، وحولت هذه الدائرة بهذه الرسمة إلى كرة، ولكن نحتاج لبعض من الامتيازات لها أو بعض من الحركات أو اللمسات لنحصل على نتائج أكثر منها. طيب قلنا نحتاج ضوء ايضا بداخل هذه الدائره، فقمت انتقي الثالث الاحمر الاول الذي انتقيته وقليلا احوله الى اللون الاورنج او البرتقالي، او يعني تكون بنفس درجاته ولكن اخف منه. اقوم بضغطه واحده في الطرف الاعلى، ايمن ايسر ادنى، على حسب ما تريد أن تكون الإضاءة أين، ويكون الظل في نفس المكان. يجب مراعاة وضع الإضاءة مع وضع الظل. لا أضع الإضاءة في الأمام وأضع الظل في الأمام، كيف حصل ذلك؟ لنصل إلى درجة واقعية أكثر من ذلك، قم بوضع أي قطعة أمامك، علبة، شيء، أي شيء وضعها في أمامك، وقم بتسليط عليها ضوء. ضوء من أي نوع؟ يدوي بتسليطة، سوف ترى بعينك الإضاءة مع الظل، الظل الذي سوف يسقط إلى الأرض. هكذا سوف تفهم كيف. بإذن الله أنا هم سوف أجيب لكم مخطط أضعه أمامكم ونشرح عليه قليلا إن شاء الله في الدورات السابقة. وضعت لون أخف منه قليلا، وأحاول مرة ثانية وضع لون أكثر خفة منه في تصغير الفرشة ليكون لدي تدرج في الإضاءة. وهذا ما يحصل في الحقيقة، يعني في حياتنا الواقعية تكون دائما هكذا، يعني الإضاءة تكون متدرجة، لا تكون إضاءة مسلطة كاملة. العين البشر هكذا ترى المجسم أمامه. سوف أضيف مرة ثانية طبقة ثانية أدنى من الطبقة الأعلى لأقوم برسم ظل، ظل مسلط إلى الأرض، لأنه إذا سلطنا الإضاءة من أعلى أكيد سوف يكون لدينا ظل في الأسفل. هذا الأمر لا كثيرا تدققون به، لأنه سوف أشرحه الآن بإذن الله، وهو انضغاط الفرشاة. أقوم برسم ظلها. هكذا التمرين اعتقد انتهى. للوصول الى الفراشي المتواجده الاصليه بداخل برنامج الفوتوشوب، نضغط كليك يمين في ساحه العمل فتظهر لدينا نافذه العمل. في اعلى يمين هذه النافذه يوجد لدينا زر الاعدادات السيتنج، نضغط عليه. وفي الجزء الاسفل هذه كلها عبارة عن فراشي متواجدة أصلية بداخل البرنامج.
عند اختيار أي نوع تريد تظهر لنا رسالة. قلنا مفاد هذه الرسالة إذا ضغطت على كلمة أوكي سوف يقوم بحذف جميع الفراش المتواجدة بداخل اللوحة وإضافة الفراش التي تم اختيارها. إنما الكانسل لإلغاء العملية والأبند لإضافة الفراش تم اختيارها إلى الفراش المتواجدة بداخل اللوحة. وهكذا قمت بإضافة أنا هذه الفراش. نرجع إلى الشات لنكمل. نرجع إلى الشات. تفضلوا الشات مفتوح يا شباب. الله أكبر. قلنا لاختيار أو للحصول على فراشي متنوعة بالضغط كليك يمين بساحة العمل تظهر لنا نافذة الفراشي من أعلى يمين تلك اللوحة. الله أكبر. نضغط على أيقونة السيتنج وفي آخر تلك القائمة توجد الفراشي المتواجدة بداخل الفوتوشوب. الله أكبر. السلام عليكم. ممكن صفحة شخصية؟ والله يا أخي يعني مراجعة الدروس الشباب عاملين إيفنت وعاملين ويوجد أيضا على منتدى الدارين صفحة كاملة لنا. أكيد سوف نأخذ الأدوات كلها ونأخذ الأوامر كلها مع جميع أوامر الفوتوشوب بكامله ثم نقوم بالربط بينهما وكيفية الحصول على تصميم في الأخير. بعد شرح كل الأدوات وشرح جميع أوامر الفوتوشوب سوف نأتي ببعض من التصاميم ونسأل عليها. مثال هذا التصميم ماذا سوف تستخدم؟ أي أدوات؟ أي نوع من الفلاتر؟ أي نوع من الطبقات؟ ثم نقوم بتطبيق ذلك التمرين. وقت الدورة غلط، حاول تغيره. يعني كيف غلط؟ يعني الساعة بالعكس هتمشي معنا ولا؟ أنا ما فهمت السؤال يا أخي. فرشاة دائرية، فرشاة دائرية لا اسم لها. أوكي طبقوا لي التمرين. طبقوا التمرين. حاولوا تطبقون التمرين ورفعها. الصلاة يا حبيبي. أوكي يعني الصلاة نعم. لا أنا مثل ما قلت لكم يعني أنا أحاول أن أستخدم درجات اللون الواحد. اوكي ناخذ 10 دقائق للصلاة. تفضلوا ترفع التطبيق الان ان شاء الله الدعم يدعمنا بهذا الامر. يا شباب الدعم اذا سمحتم روابط المنتدى. هي نفس الفرشاة إذ كانت حادة الحواف أو ناعمة الحواف نأخذها ونستطيع من الهاردنس تحويلها من حادة إلى منتشرة ومن منتشرة إلى حادة. جيد جدا جيد خطوة جميلة جدا انك
عرفت كيف تصمم كرة جيد جدا. هذه خطوة بسيطة، ولكن بإذن الله من هذه الخطوة سوف نصل إلى نتائج كبيرة جدا. أنا كما قلت لكم، نحن نحاول بإذن الله فهم كيفية من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، ولهذا أنا أتيت بهذا التمرين. والله أعطينا 10 دقائق للصلاة، معلش تنقضي ال10 دقائق إن شاء الله ونكمل بعد ذلك بإذن الله. موضوع للتمرين هي الفرشاة، أنا اليوم لم أشرح شيء غير الفرشاة. أنتم تقومون بعمل تمارين مثل هاي الكرات بإذن الله. الآن سوف أشرح الإعدادات وتزيد كثيرا، نستطيع زيادة كثير من اللمسات على هذه الكرة، ولكن أنا لن أزيد شيء، سوف أتركه للتمرين لكم، ونرى كل إنسان ماذا حاول أن يزيد على هذه الكرة بس. ولكن رجاء من الطلبة لا يستخدمون شيء غير الفرشاة. أوكي، أنا قلت لك يا محمد يعني لا تدققون على ظل المسلط إلى الأرض. أنا لم أشرح بعد، الآن سوف أشرحها. إضافة طبقات من الطرف الأيمن من البرنامج، يمين أسفل البرنامج يوجد لدينا أمر مرسوم مربع وداخله مثلث في أدناه، عند الوقوف عليه تخرج لك عبارة جرييت أي نيو لاير. نستخدم الفوتوشوب العادي CS6. طب الظل من أداة إيه؟ الظل نفس الفرشاة، لكن أنا طبقت التمرين مرتين. حاول ماذا تريد أن تفعل افعل، بس ولكن حاول أن تصل لنتيجة. يعني لا تريد الكرة، ماذا تريد؟ تحاول أن تصنع أصلا، ولكن نحاول أن نصل لنتيجة. حتى لو أزدت قيلا وحاولت أن ترسم كرة ولديها شريط كرة البليارد، اوكي لا مانع لدي. المهم ان نصل لنتيجة فيها اضاءة وظل. نعم، هذه هي الطريقة الاساسية بتحويل جميع العناصر من ثنائي الابعاد ثلاثي الابعاد، هو الضوء والظل. التطبيق تضعه على منتدى الدارين. قبل قليل الأخوة الدعم أضافوا الرابط. يخرج خارج اللاير، جميل جدا يا موسى. أنت نسيت أن تقفل اللاير أصلا، اقفل اللاير كي لا تخرج خارج الرسم. عفوا يا شامي، ماذا سألت؟ أنا أعتذر، ولكن الأسئلة كثيرة. أوكي، الإيفنت ينفع نضع التطبيق؟ أوكي، ضع التطبيق. ضع التطبيق واكتب أدنى منه الرجاء مراسلة أشرف. اوكي، تكرم عيونك يا شامي. ضع الهاردنس فرن. من هو اللي يسأل؟ لم الحق ان اقرا. فاطمه زهراء، بسبب الهاردنس لديك 100% ضعيه صفر
ثم قومي بالرسم الدائرة الثانية. اوكي بوكسي بوكسي اسمه. انا قلت لك الظل المسلط في الارض انا لم اشرح بعد، ان شاء الله سوف اشرح، لا تدقق كثيرا على هذا الامر. بحمل برنامج مش عاوز يتحمل، والله هذه انا لا خبره لدي بها. طيب هل في وقت محدد؟ يا اخي محمود وقت محدد على ماذا؟ والله لا اعلم يعني. ايضا لا تنسون شباب الدعم لم يقصروا، ولكن الدورات كثيره ما شاء الله، اساتذه كثيره، والمقطع الفيديو يحتاج لتضبيط صوت ومونتاج وكثير من الشغلات حتى يرفع على الانترنت. لا تظهر معي الفرشاة ذات الألوان المتدرجة. نحن لا يوجد لدينا فرشاة ألوان متدرجة، إنما نحن قمنا بانتقاء اللون من صندوق الألوان في أسفل البرنامج. لا والله لم أقفل الشير. هل توقف الشير؟ اوكي بقي دقيقة واحدة ونقفل الشات ان شاء الله ونباشر الشرح ان شاء الله. يا شباب لا تصعبوا الامر على الدعم وغيره، يعني طلبك للمحاضرة على الميديا فاير طيب موجودة على اليوتيوب. تلون كل الدائرة، حاول أن تبعد الفرشاة قليلا عن الدائرة. ألم ترى كيف فعلت أنا؟ بعدت الفرشاة عن الدائرة الأساسية بمسافة، قمت بالرسم، حاولت ورسمت الظل. جيد جدا رحاب، ابعد الفرشاة عن العنصر الأساسي. لا تطلع الدائرة الثانية متدرجة، ضع الهاردنس صفر يا فاطمة. طبعا يوجد بعض من الفراشي لا تعمل معها الهاردنس. ما بيطلع. اوكي والله يا فاطمة هذه مشكلة يعني. اوكي احاول ان افكر لك بجواب، بس اي ظل منهم يا جميلة؟ يوجد لدينا نوعين من الظل، الظل الدائرة والظل المسلط في الأرض. الظل المسلط في الأرض أنا لم أشرح بعد، الآن سوف أبدأ بشرحه بإذن الله. اوكي يا شباب بصراحة لأنه طويلة الفرشاة يعني يجب أن نتوقف الآن ونكمل العمل. سوف نقفل الشات ونبدأ. على بركة الله.
اوكي شكرا. سوف نتكلم بإذن الله عن إعدادات أو الأوبشن للفرشات. أول شيء سوف أتكلم به في أعلى الشريط وهو شريط الخصائص. شريط الخصائص في الطرف الأيسر منه إذا ضغطنا عليه هي عبارة عن اختصار لضغط كليك يمين بساحة العمل، فتظهر لنا النافذة نفسها لانتقاء فرشاة ما وتحديد حجمها ودرجة قوة هذه الفرشاة مع من الإعدادات التي ذكرناها. في الجانب منها هذه هي إعدادات الفرشاة، عند الضغط عليها تظهر لنا هذه القاعدة. بإذن الله الآن سوف يبدأ الشرح عليها، ولكن أكمل شريط الخصائص. المود وهو الأنماط. الآن لن أتكلم على الأنماط حتى نأخذ إن شاء الله تمرين في مجال الأنماط التي تتعامل مع الطبقات، ثم نعود بإذن الله عنها، لأنه هنا لن تفهم كثيرا، إنما هناك بإذن الله سوف تكون أكثر فهما لكم. الأوباسيتي وهي الشفافية، والفلو وهي أيضا تعني الشفافية، ولكن يوجد فرق ما بين الأوباسيتي وما بين الفلو. عند وصولنا بإذن الله عند المؤثرات سوف أتكلم ما الفرق ما بين الأوباسيتي والفلو، ولكن الآن هي الاثنين يعملون عمل الشفافية لتلك الفرشات. يعني اليوم هذا اللون لدينا أسود، نضع الهاردنس 100 لتكون أكثر وضوحا. هذا اللون أسود، عند استخدامي الأوباسيتي بأقل سوف تكون أكثر شفافية، وعند استخدامي للفلو سوف تعطيني نفس النتائج، لا فرق بينهما. ولكن إن شاء الله عندما نصل إلى طبقات المؤثرات وكيفية إضافة المؤثرات سوف أتكلم ما الفرق بين هذا وبين هذا بإذن الله. هذا شريط الخصائص. الآن ندخل في مجال الإعدادات. عند الضغط على الأوبشن أو البانل للبرش تظهر لنا هذه القائمة. في المربع الأعلى هو لاختيار أو انتقاء فرشاة معينة من الفراشي المتواجدة لدينا. نختار أي فرشاة منهم ونقوم بالتعديل عليها. الأمر الأدنى منه وهو السايز، تكلمنا عليه كثيرا، وهو حجم تلك الفرشاة. ويوجد لدينا أيضا أمرين، فليب إكس وفليب واي. الفليب لا يعمل مع الدوائر، يعني المشكلة تعني كلمة فليب هو العكس، يعني انعكاس، أعلى أسفل أسفل أعلى أيمن أيسر أيسر أيمن. مع الدائرة هي دائرة، من أي طرف سوف أقلبها لا تفرق معه، ولكن مع الفراشي غيرها تفرق معنا الفليب. طيب الأدنى منه هو الإنجل. الإنجل وهو يعني تستطيع أن تقول مثل الروتيت، يعني الدوران، دوران تلك الفرشاة. طبعا مهمة جدا أمر الدوران، تستخدم بطريقة كثير يعني بطريقة كبيرة جدا هذا الأمر، وأنا نسبة لي أستخدمه كثيرا، وهو دوران الفرشاة. مع الدائرة لن تفرق معنا، مع فراشي أخرى غير الدائرة سوف تفرق معنا. أريدنس وهي تعني انضغاط. أنا قبل قليل لرسم الظل المسلط إلى الأرض قمت بضغط الفرشاة، الفرشاة الآن أمامي دائرية، عند انضغاطها تحولت إلى بعد ثاني. يعني كيف؟ يعني تحولت هذه الدائرة من دائرة مرسومة من الأمام إلى دائرة مرسومة من الجنب أو من الأعلى أعلى الفرشاة، فتعطي لنا بعد ثاني إلى الأسفل. فأنا قمت بانضغاط تلك الفرشاة لأحصل على الظل المسلط في الأرض وكأنه ظل حقيقي. هذا ما سئلت عليه كيفية تنفيذه، عن طريق أمر الريدنس وهو انضغاط الفرشاة. كما تلاحظون يوجد لدينا مربع صغير
في طرف الأيمن منه وهو للرؤية. كما تلاحظون درجة الانضغاط، ونستطيع أيضا من داخل هذا المربع أن نضغط ونفتح الفرشاة. عند الضغط على أحد أطرافها أو أطراف هذه النقطة والسحب فنقوم بإضاءتها. إنما الدوران كما تلاحظون كيف يقوم بالدوران تلك الفرشاة، وأيضا نستطيع من مربع الإظهارية أن ندور الفرشاة كما نشاء. سوف أنتقي فرشاة أخرى ولتكن مثل هذه الفرشاة. هذه الفرشاة الورقة عندما أحاول دورانها سوف تفرق معي، ولكن الدائرة هي مستديرة لا فرق بها. وعند استخدام الفليب أيضا سوف تفرق معي. كما تلاحظون في الإظهارية في المربع أيضا هو الإظهاريات، من استخدم الفليب كيف يقوم بقلب الفرشاة إلى الأوضاع. وعند استخدام الضغط أيضا سوف تفرق معي هذه الفرشاة. الوضع الأساسي لهم الإنجل 0 والريدنيوس 100%، هذا الوضع الأساسي لهم. وفي الأدنى منها هي الهاردنس، وقلنا لا تعمل مع كل الفراشي ولكن تعمل مع بعض ولا تعمل مع بعض. كما تلاحظون في المربع الأسفل هو المربع الإظهاري النهائي للفرشاة، هذا المربع يعتبر هو المربع الإظهاري النهائي قبل العمل، يعني قبل أن أقوم بالرسم هذا النهائي كيف سوف تكون شكل تلك الفرشاة. كما تلاحظون تكبيرها تصغيرها، الهاردنس يكون 100% يكون 0. نأتي إلى السبيسينج وهو من أجمل الأوامر الموجودة في الفرشاة. ما هو السبيسينج؟ السبيسينج هو عبارة عن تباعد بين ضربات الفرشاة، ما بين ضربة وضربة. هل تريد أن تكون وكأنه خط يمشي أو تريد التباعد بينهما بين ضربة وضربة؟ نأخذ تمرين على هذا الوضع. انظروا كيف، ولكن إذا وضعت السبيسينج بخط وأنا ضغطت وسحبت سوف أحصل على خط. كما تلاحظون أمامكم هاي فائدة السبيسينج، وهي جميلة جدا فائدة السبيسينج. أنا آسف ضغطت على التكست، نتحمل قليلا حتى يقوم بتحميل. أنا آسف، هذا هو أمر السبيسينج. طيب الأمر الثاني المتواجد تحت البرش تيب شيب، يعني الوضع الأساسي للفرشاة والتقاؤها وحجمها ودرجة الحواف لها ودورانها وانضغاطها وتباعدها، نأتي على الأمر الثاني وهو الشيب ديناميك. ما هو الشيب ديناميك؟ نرجع إلى الخلف ونعمل سبيسينج يكون بتباعد، ثم نأتي إلى الشيب. الشيب في الأمر الأعلى له وهو السايز تشيتر. ما هو السايز تشيتر؟ السايز تشيتر وهو أقوم بوضع أحجام متفاوتة لهذه الفرشاة، يعني صغيرة وكبيرة وإلى آخرها على حسب الدرجة التي أقوم بوضعها. انظروا إلى الفرشاة في الطرف الأسفل من القائمة كيف تقوم بتحويلها. أنا الآن أفهم البرنامج بأنه قم بعمل هذا النوع
من الأصغر ثم أكبر ثم أكبر ثم أكبر ثم أكبر ثم أصغر أصغر وهكذا بالتدرج. ولاحظ الفرشاة كيف أصبح شكله. هذا شكل الفرشاة كما تلاحظون أمامكم. بعد عمل السايز لها، سايز تشيتر. الأدنى منه يوجد شيء لدينا اسمه كنترول. من كنترول سوف نستخدم شيء واحد منه وهو الفيد. الفيد تعني إلى، من وإلى. يعني كيف؟ يعني أنا الآن أقول له اجعل لي ضربات الفرشاة من الصفر وأضع الدرجة هنا، كم ضربة أنا بحاجة لها؟ مثلا ولتكن 5 ضربات. أنا بحاجة إلى 5 ضربات. فعند الرسم مهما تبقى يدي على الماوس لن يرسم لي غير هاي ال5 ضربات التي قمت بتحديدها. هذه نحتاجها إذا احتجنا لأمر معين. أنا بحاجة ل5 دوائر متفاوتة الأحجام من الأصغر ثم الأكبر ثم الأكبر إلى الأكبر، أو 10 أو 20 أو 100 على حسب ما نحتاجه. وهو أمر جميل جدا بداخل إعدادات البرش للحصول على الإعدادات من الشريط الخصائص. الأدنى منه وهو المينيمو. يعني كيف؟ المينيمو يعني أصغر حجم. يعني بها أنا اليوم كلما أزيد من السايز تشيتر كلما صغر الحجم لدي حتى يصبح بأنه لا يرى في العين. من مينيمو أستطيع أن أقول له لا اجعل لي أصغر حجم هو هذا، هذا أصغر حجم أو هذا أو هذا على حسب الدرجة الذي سوف نكون بحاجة له. طبعا نرجع للإنجل. إنجل وهي تعني أيضا الدوران، دوران عشوائي. ناخذ فرشاة أخرى غير هذه الفرشاة لنطبق عليه الأمر ليكون أكثر وضوحا. ولتكون هذه ورقة الشجرة. نعطي سبيسنج تباعد بينهما، ثم ندخل إلى الشيب دينيميك ونعطي سايز. نأتي إلى الإنجل وانظروا إلى الفرشاة كيف يقوم بدورانها عشوائي. أنا أريد الأولى تكون هكذا والثانية والثالثة، يعني يعطي لنا منظر لهذه الورقة وكأنه نستطيع أن نجلب صورة بداخلها شجرة ونقوم بعمل هذه الإعدادات ثم أضرب هذه الضربات في الفرشاة ونحصل على أوراق متساقطة من الشجرة، لأنه الأوراق المتساقطة من الشجرة لا تكون بدرجة معينة ولا بانضغاط معين، ورقة تختلف عن ورقة أخرى. نستطيع من أمر إنجل تشيتر عشوائي وعمليات عشوائية أن نحصل على هذه النتيجة. والأمر الذي أدنى منه وهو الكنترول مثل ما قلت أنا في السايز، نستطيع أن نقول له لا قم بدوران من الدرجة الأولى إلى 10 إلى 15 وإلى آخره بحسب ما نريد. نستخدم الأمر فيت. الأوامر الأخرى بإذن الله أنا سوف أتكلم عليها ولكن ليس الآن، الآن سوف تضيعون إن تكلمت. نأتي على ريدونيوس وهو انضغاط، وقلنا ريدونيوس تشيتر وهو انضغاط عشوائي، ونستطيع أيضا أن نجعل الأوراق انضغاطات عشوائية لنعطي أكثر وضوحا أو أكثر ميلانا إلى الحقيقة عند تساقط تلك الأوراق. اليوم أنا أرسم الورقة ثم أنتقل إلى الإكساء أو التلوين لتلك الدائرة. وأيضا في أدنى منه يوجد لدينا مينيمو ريدونيوس وهو أصغر انضغاط أريد أن أحصل عليه. فليب إكس تشيتر وهو انقلابات عشوائية على المحور إكس، يعني الأعلى إلى الأسفل، والواي من الأيسر إلى الأيمن. ونجرب هذا العمل. قمت بالحصول على هذه الأنواع من الأوراق المتساقطة، وكلما نحاول زيادة سوف تزيد معنا.
الأمر الثاني، هذه القائمة التهت وهي بالشيب دينيميك. الأمر الثاني وهو السكترينج. السكترينج ما هو؟ يعني انتشار، تعني الانتشار. من أمر سكترينج أحاول أن أنشر تلك الأوراق لأستخدم ضربة واحدة في الفرشاة فأحصل على انتشارات مختلفة مع انضغاطات مختلفة مع دورانات مختلفة فأصل إلى الواقعية أكثر فأكثر فأكثر. الكونت وهو زيادة الانتشار كما ترون أمامكم، كلما أزيد كلما زادت. كونت شيتر وهو زيادة عشوائية كما تلاحظون. ومن الكنترول أيضا نستطيع استخدام الفيد، الكنترول للكونت والكنترول للسيكتر، نستطيع أن نستخدم الفيد أيضا، نضع درجات معينة بها ونطبق التمرين. أنا بضربة واحدة أستطيع الحصول على انتشارات لهذا، وهو أيضا أمر جميل جدا لداخل الفرشاة. الفرشاة شيء جميل جدا نحصل به على لمسات وضربات جميلة جدا. في بعض من الصور الآن متواجدة على الانترنت نرى مثلا صورة بنت فتاة أو صورة شاب، ومن حوالي ذلك العنصر أو تلك الصورة شاب أو الفتاة يوجد لدينا خطوط مضيئة تلف بذلك العنصر، أو مثلا إعلان علب الحليب أو غيرها، نرى بعض من الدوائر الملفوفة ومضيئة بطريقة جميلة جدا. كيف نحصل على هذه النتائج؟ نحصل عليها في الفرشاة. غير الفرشاة صعب جدا، صعب جدا، نحاول كثيرا حتى نحصل على النتيجة، ولكن مع الفرشاة بأسرع الأوقات وأفضل النتائج. الأمر الأدنى منه وهو التكستشر. ماذا يعني التكستشر؟ يعني إضافة مادة على الفرشاة. نتقدم ونقوم بإضافتها على الفرشاة. من أمر سكايل نحجم تلك التكتشر أو الباترن. من البرايتنس نعطينه إضاءة، هل يكون مضيء جدا؟ من الكونتراست، كونتراست نعطينه حدة. ويستخدم المود هو النمط. قلت الأنماط لن أتكلم عليها حتى نصل إلى الطبقات وهي جميلة جدا. الديبث وهو زيادة حجم تلك التكتشر، ومينيمو ديبث عفوا لم يطبق مع هذا التكتشر لأن طبقته. ويوجد لدينا ديبث شيتر يعني عشوائي، ويوجد لدينا أيضا الفيت أستطيع أن أضعها كم مرة أستطيع أن أستخدم هذا الأمر. سوف نطبق هذا التمرين. رأيتم النتيجة كيف قام بإضافة هذا التكتشر إلى الفرشاة. دول براش يعني نستطيع أن نقول دوبليكيت براش، يعني لإضافة أو تكرار فرشاة على فرشاة. يستخدم هذا الأمر بإضافة فرشاة فوق فرشاة ونحصل على نتائج معقدة جدا. من ليس لديه خبرة ينظر إلى ذلك العمل ويظن بأنه قد أخذ معنا ساعات بل أيام حتى أنتجنا هذا العمل، ويعتبر من الأعمال الاحترافية، ولكن هو بأبسط وصل إليه بتكرار فرشاة فوق فرشاة فنحصل على نتائج جميلة جدا. عند اختيار أمر دول براش يقول اختر أي فرشاة تريد أن تطبقها على الفرشاة المتواجدة لديك. نختار أي فرشاة منهم. من الأدنى منها وهو السايز حجم الفرشاة الجديدة المضافة، سبيسينج تباعد تلك الفرشاة المضافة، سيكتر انتشار تلك التباعد أو انتشار ما بين فرشاة وفرشاة للفرشاة الجديدة، والكونت زيادة الانتشار. نطبق العمل نرى النتائج أمامنا أحسن. تنظرون إلى ما حصلنا عليه.
عن طريق التكرار والتكتشر. طبعا تجلسون لمدة ساعات قليلة تحصلون على نتائج جميلة جدا لن تخطر على عقل بشر. الاوبشن الفرشات يعني نحصل على نتائج كبيرة جدا. نأتي على الأمر الجميل جدا وهو الكلر بينك. ما هو الكلر بينك؟ لإضافة ألوان إلى الفرشة. يوجد في أعلى هذه القائمة فورجراوند وباكجراوند. ما هو الفورجراوند وما هو الباكجراوند؟ يقصد بالفور فورجراوند وباكجراوند هم صندوقي التلوين المتواجد في أيسر أسفل أدوات شريط الأدوات. هذه الصندوقين، الصندوق الأعلى هو foreground والصندوق الأدنى منه هو background. يعني يقصد في هذا الأمر هل أستخدم الألوان من الصندوقين الأساسيين المتواجدة عندك اللونين الأبيض والأسود وأدمج هذه اللونين وأقوم بالتلوين؟ نعم، مثلا نختار اللون الأحمر مثلا وليكن اللون الثاني أزرق أو أي لون ثاني نختاره. أنا فعلت هذا الأمر، خي نترك هذه الأوامر صفر حتى لا نخربط علينا الأمر، وقلت له 100% قم بدمج اللون الأحمر والأصفر، ليس بالدمج إنما ما بين الأحمر والأصفر كم لون يوجد أعطني إياهم. أنا جعلت النتيجة 100%، يعني جميع الألوان التي تستطيع الحصول عليها من اللون الأحمر والأزرق أعطنيهما. طبعا النتيجة ليست واضحة كثيرا، سوف أقوم بإزالة بعض من الأشياء أو انتقاء فرشاة أخرى والعمل عليها. مشكلة لا يقوم بتطبيق التمرين، يوجد شيئا ما. يا سبحان الله. يحتاج البرنامج إلى قفل وفتح من جديد لتطبيق الريل. ولا يطبق التمرين. أوكي، بكمل الشرح. على العموم هو الفورجراوند والباكجراوند هو للحصول على الألوان الأساسيين المتواجدين بداخل الصندوق الأعلى، والصندوق الألوان الأسفل منه هي هذه اللونين. نستطيع أيضا أن نضع له درجات معينة، مثلا أنا أريد من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق لا يكون أكثر من 5 ألوان أو 6 ألوان أو 100 لون على حسب الوضع الذي تحتاجه. هيو تشيتر وهو لزيادة انتقاء الألوان. سيكترشن تشيتر وهو لزيادة إضاءة الألوان. برايتنايس وهو لزيادة هو البرايتنايس هو للإضاءة، لشدة الإضاءة. انما الاستريشن هو لشد اختيار اللون المعين، يعني احمر احمر فاقع. طبق التمرين. م-
يوجد خطأ في الأمر لا يرجع أن يطبق التمرين. أوكي، هذا الشرح للكلر دينامك. إن شاء الله سأحاول أن أقفل البرنامج وفتحه من جديد ونحاول أن نطبق التمرين، ولكن الوقت داهمنا. الترانسفير وهي تعني الشفافية، أستطيع من الأوبسيتي أن أضع شفافية معينة لهذه الفرشات. أستطيع أن أضع درجة شفافية لهذه الألوان، لهذه الفرشات. ما أعرف، سوف نرى هل سوف يطبق الأمر. لم يطبق الأمر. أوكي، وبكل الأحوال هو بس يحتاج إلى قفل وفتح. أوكي، opacity وهي لتطبيق الشفافية على الفرشات. من كنترول نستطيع أن نستخدم الفيت وأيضا نطبع له درجات معينة. إذا بحالة استخدمنا الفيت تفعل معنى المينيمو، يعني أصغر درجة لها. الفلو وهي أيضا تعني الشفافية، ولكن لم أتكلم على الفرق ما بين هذا وبين هذا. وما تبقى هي أوامر ليست مهمة كثيرة. البرش بويس وهو تعني الدورانات أو الانقلاب على المحور X والY بدرجات معينة، أما سالب أو موجب. مويس لوضع جيج على الفرشات، وكما تلاحظون إلى حافة الفرشات. أنا لم أطبق الأمر. عندما اختيار النويس قام بوضع كما تلاحظون ضجيج على حافة هذه الفرشات. والسموثينج تكون هي مفعلة، يعني أكثر نعومة. أوكي، لم يطبق الأمر. نفتح باب الشات ونشوف إذا في أسئلة. ما تفضل يا شباب، الشات مفتوح. إيه والله انا الفوتوشوب يحتاج للقفل والفتح من جديد ليضبط كل شيء ان شاء الله. انا لاحظت البيورتي كانت بالسالب. البيورتي ما هو البيورتي؟ محمد عبده مطربنا العزيز، لم افهم عليك. اوكي. طيب ازاي نعمل صورة؟ والله هذه افكار البشر. نعم، فهمت عليك يا محمد عبدو. جزاك الله خير. انتبهت عليه الان. جزاك الله خير.
تستطيع فتح القائمة والضغط على السهم الصغير في الجانب الأيمن من القائمة وتقول له أمر ريستار سيتنج، فيقوم باسترجاع جميع الإعدادات إلى وضعه الأصلي للفرشاة. يا فوكسي يا أكيد رحاب، يعني أكيد نعم، كل ضغطة ماوس أو ضغط والسحب سوف تعطينا لون أكيد، وهو هذا الأمر. يعني أردت التوصل إليه بس سبحان الله. نبهنا الأخ الكريم على شيء. الآن جيد جدا. مع الضغط والسحب أعطاك لون واحد. نعم 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 الآن انتبهت عليها يا أخي محمد. نعم 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 الآن انتبهت عليها. نعم نعم جزاك الله خير، يعني نبهتني عليها، أنا ما لم أكن منتبه. جزاك الله خير، الآن انتبهت عليها. طبعا هي كانت السبب، لأنه تقوم بعمل إضاءة اللون، يعني كيف أما تنطيه درجات معتمة أو تعطيه درجات ظاهرية جدا قوية جدا، وبكل الحالتين استخدامها الزائد لا تنفع. فجزاك الله خير يا محمد، فعلا لم أكن منتبها عليها. نعم الآن وضعت درجة صفر فعملت الأداة. نعم جزاك الله خير. الآن أداة قامت تعمل. تفضل يا شباب بالأسئلة، اللي يوجد لديه سؤال يتفضل. أوكي والله نسيت يعني الأمر كيفية عمل فرشات، والله نسيت أن نطبق تمرين عليها، ولكن الوقت لم يبقى لدينا. إن شاء الله المحاضرة الثانية سوف يكون عملنا فقط هو تطبيق تمارين على كيفية إنشاء فراشي. كيف أضفت الألوان الآن؟ أنا فعلت الأمر كلار دايناميك، ولكن كان يوجد لدي خطأ جزاه الله خير الأخ محمد عبده نبهني عليها، وهو البوريتي يجب أن تكون صفرا، إذا استخدمناها في السالب أو في الموجب لا تكون بدرجات كبيرة، فكان الوضع سالب 100 فلا تعطيني غير الألوان الرمادية لأن الإضاءة قد ماتت عندي. أنا لم أصل إلى شرح النصوص، عندما أصل إن شاء الله سوف يكون لنا شرح كبير جدا في مجال النصوص وهي أهم شيء. هذا سهل جدا، نص مموج ونص دائري، هذا سهل جدا بإذن الله سوف نتعلمه. يا أخت إيمان تستطيعين على اليوتيوب كتابة كيفية تثبيت برنامج فوتوشوب سي اس 6، وما شاء الله الطرق كثيرة جدا.
اوكي يا اخت رحاب، بس كيف يعني سوف تريني الصورة؟ تستطيعين اضافتها اضيفية؟ اي يا اخونا، بالدعم قام بوضع الامر لدينا. سيكترينج تعني انتشار، تعني الانتشار، انتشار ما بين ضربات الفرشاة، ما بين واحدة وأخرى، التباعد بينهما أو الانتشار بينهما. تعني دبليكيت، يعني وضع فرشاة فوق فرشاة يا آيات، تعني وضع فرشاة فوق فرشاة أخرى. آسف أخت رحاب، والله أنا لم أرى الصورة، إن شاء الله عند قفلي للشير سوف أنظر إليه بإذن الله. أوكي بإذن الله أخت رحاب، أنا الآن سوف أنظر على الصورة ونعلق عليها، ولكن عند قفلي للشير الآن دقيقة دقيقتين أخاف نحتاج له، أقفل وأجاب. المحاضرة الجاية بإذن الله يوم السبت الساعة 6. التمرين هو لإعدادات الفرشاة ورسم الدائرة، فمن أحب أن يرسم دائرة ومن أحب أن يعمل لنا لوحة في انتشار الكرات بألوان جميلة، وأن يتقي ألوان تكون لها جمالية. لينك المحاضرة على اليوتيوب، ابحثي عن قناة الدارين. يا أخت رحاب، جميلة الصورة التي صنعتيها، جميلة جدا، جميلة، صورة جميلة جدا، ولكن حاولي أن تأخذي اللون الأحمر الثاني، أكثر غباقة، أكثر عمقا من اللون قمت باستخدامه. التطبيق ممتاز، التطبيق ممتاز. السي اس 5 لا يؤثر، يوجد بعض من الفلاتر والادوات ليست موجوده بهذا الاصدار، ولكن
الفرشاة هي نفسها لا تفرق. وجزاك الله خير. الدعم دعمنا بهذا الرابط ويطلب بأنه نضع الأعمال بداخله إن شاء الله، ضعوا الأعمال هناك وبإذن الله أكون بتواصل معكم بإذن الله. حاولوا التدرب على الفرشاة كثيرا لأنها تنفعنا كثيرا في مجال التصميم. لم تبقى أسئلة يا شباب؟ جزاكم الله خير، نفعنا الله ونفعكم بالعلم إن شاء الله، وزادنا الله وزادكم وزاد أمة محمدا بهذا العلم إن شاء الله. ونعتذر عن التقصير أو الخطأ. جزيتم شكرا على المتابعة، وبإذن الله نكمل على المنتدى بإذن الله. سلام الله عليكم.